أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا للقاء هذا، والحمد لله ربي وفقنا في المباراة هذه، وكانت المباراة صعبة لأن ديما أول مباراة في التومالي ديما تكون صعبة جدا، لازم يكون فيها تركيز عالي جدا، وإحنا حضرنا المباراة هذه مع الكوتش أشرف توفيق. هذه كانت أول مباراة رسمية لي معنا، حضرنا في الدفاع وحضرنا في الأوفنس بتاعنا وترجمنا اللعب اليوم في العطارون، ترجمناها في المباراة وتوفقنا والحمد لله. هذه أول فوز مهم جدا للفريق، أو حاجة معنوية، ثاني حاجة يعطينا كعب على فريق الأخرى، وبإذن الله تو تركيزنا في مباراة الهلال القادمة بإذن الله نكون في المستوى إن شاء الله ونشارك الجمهور بإذن الله. كابتن محمود، شهدنا أيضا انضمام لاعبين محترفين للفريق، ما مدى ربما الاستفادة والتأثير الإيجابي لهذين اللاعبين مع الفريق حاليا؟ والله هم انضموا معنا متأخر أسبوع هو اللي فات، والحمد لله زي ما تشبه اليوم هم قدموا الإضافة، كانوا في المستوى مش المستوى المطلوب احنا، لكن كيف جانس الفريق مع بعضك أول مباراة نلعب مع بعض، الحمد لله ربي وفقنا ووفقهم وكانوا مميزين الحقيقة اليوم، وطلعنا بالمباراة هذه الأهم، كانت نطلع بالمباراة ونطلع بالمباراة اللي بعدها بإذن الله. على الصعيد الشخصي كابتن محمود، بالتأكيد تسعى لتقديم يعني مستوى بالتأكيد يليق باسمك كلاعب، يليق أيضا بنادي الأهلي، تبحث عن تشريف هذا النادي في هذه البطولة التي تعد مهمة ومهمة جدا للفريق في الفترة المقبلة، ماذا تعد ربما جماهير الأهلي التي تنتظر منكم الكثير في الفترات المقبلة؟ والله أول حاجة هذا سؤال كويس، أول حاجة الحقيقة أنا حقدم أي شيء يطلب مني المدرب والفريق، أي حد مثلا يشبه محمود بالحاج، ممكن المباراة هي كانت محتاجة للدفاع أكثر، قعدت أراقب في المحترف الأمريكي بتاعهم وهذه كانت وظيفتي اليوم مركز فيها أكثر، وكان هذا مطلوب مني من المدرب، الحمد لله وفقت فيها وتميزت عليها الحمد لله، وبإذن الله محمود بالحاج حاضر في كل وقت ويفرح الجمهور، وأي شيء يطلب منه المدرب حيلقاه، يحتاجني في الأوفنس يحتاجني في الديفنس بإذن الله حنكون موجود، وهذه إيش بنقولك مش أنا نقدر مش أنا نختار شيء في الملعب ولا حاجة، لأن إحنا نلعب تحت السيستم، تحت سيستم شو المطلوب منك، شو المطلوب منك لازم تطبق، واليوم طبقنا وترجمنا المدرب، يطالب المدرب كله ترجمناه الحمد لله وفقنا.